السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله، مرحبا ومسهلا، رجعت لكم يا الربع مرة أخرى ولكن في مكان ثاني. إيش تتوقعون؟ طبعا البيت الجديد، بيت على متحف، على المحطة الفضائية، على حركات، على قاعدة جيشية، على متحف، على يا ولد أسطوري. جانا الصباح زبد، ايش رايكم بالحركات؟ ايش رايكم بالحركات؟ وايش رايكم بالحركات؟ هلا بالزين، هلا بالزين. ايش رايكم؟ والله صراحه يا الربع تعبت عليه، لي ايام وايام عليه، كل يوم اشتغل فيه ثلاث ساعات اربع ساعات. ليش؟ قبل كل شيء خلونا نبدا. انصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه: سبسكرايب، لايك، كومنت، نبدا فيفرت. وبسم الله. طيب شرك بالحركات، وشرك بالحركات ذي، ها شرك بالحركات، قاعدة جيشية كاملة متكاملة. طبعا بسم الله، عطنا ضربة. بسم الله، ايوة، شو الرات قنبلة. طبعا بيت الاول مكان هناك، وين؟ اصبر اصبر، لا شوي يسار، شوي يمين، لا شوي يمين، تياما بس عطى. هذا راح اتجاه بيت الاول، هناك مكان بيت الاول. تعرف صيح رجعت، تعال يا رجعت، تعال تلقيم لليل. ارفع ارفع ارفع، لا ارفع ارفع يا ولد، ارفع ارفع في يمين، ارفع يامن، عطى. هذاك مكان بيتي الاول، ما هي وصلته طبعا، بس يعني بس كذا تقطع شيء. ايه هنيه، الله المستعان، قلت راح الجزيره الثانيه. الزبدة الرابعة مثل ما تشوفون، هذا اللي تعبت عليه. ليت انا كبداية وين مقعدي عشان السؤال، ما لازم اثبت عشان اسول. مثل ما تقولون، مثل ما تشوف كل سلسلة لازم عندي بيت فخم. قد يكون سلسلة واحدة بيت عادي يصنع جاهز شيء، او بيت او سلسلتين زي كذا، من الباقي انا احب اصنع البيوت، احب اتفنن فيها، احب اضبط فيها. سلسلة اترنر، وسلسلة مدري ايش، وسلسلة اللي راحت امسية، كلها بيوت فخمة زين. وهذا ان شاء الله نفخم هذا، هذا حتى يا زبد شيء على العلم. تشوف المدافع، تشوف الحركات، تشوف شو اسمه ذا. تعال يا ولد، هذه ميزته. تعال تعال يا ولد، فكني. تعال، هذا على صاروخ، ولا يوريكم بس حاول اضرب ذولي. عطه، ما وصلت. يوه، عصبوا علينا، عصبوا علينا يا ولد، يا ولد فين يا خوي؟ ايش وش هذول؟ ايش هذولي؟ ايش نواكن؟ وش انتن؟ وش انتن من حيوانات يا اخي؟ شوف انا طبعا ملغم المنطقة، دار مدار القناب المائية، فاشوف ذا ما يطلع للقناب المائية. الزبده ما تشوف، حط قاعدات منوعه. هذاك ما كملته صراحه، فبسم الله ما زال عليه صح. اختفن، كيف كذا اختفن؟ يبدو طاحن بالقناب المائيه صح. لا لا، هذه ديالهم موجوده. الزبده شوف 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 المتحف، اذا يقول لك متحف حركات وزي كذا، وش رايك بالحركات؟ وش رايك بالحركات؟ صراحه شيء تعبت عليه، شيء فعلا 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 تعبت عليه. ايش مكتوب؟ قاعة الاجتماع في اي بي، حط الطاولة هي تكية حركات. لا لا، اجلس يا غبي، اجلس زي كذا يعني. لا تبي تشوف الكثير، هذا اولها قاعة الاجتماعات، بس يعني بس كذا يعني، كتبات وشيء من هذا القبيل. شوف اللي بالنص حركات، لا قولوا لك متحف، متحف هذا بدايته. وبسم الله وبسم الله وبسم الله. طبعا في درجة حاطه من هنا، هذا هو يوصل الى هنا، بغيت هرقه ولا شيء ولا هذا. طبعا موزع ذولي عشان البيوت كم مكان. هلا بالزين، جيب 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 جيب، احتاجه صراحة. وبطيل المكان هذاك، حتى المكان هذا شو حطهم كم بعدها اضبط بحركات، بس حطهم هذا ليش؟ شوف شوف شوف، عشان الحين ذي موجودة، ميزة هذه اسحب البيض. ها
هلا والله بالزين، هلا بالزين، هلا بالزين، هلا بالزين. هذيك نفس الطريقة بس إن ما كملت، ما جهزت بصراحة، تأخرت على قلة سنة، مرة تأخرت، مرة متأخرة. طب قبل شوية صارت معركة هنا، بس بايونات قبل شو مرتبهن. يا الله لازم يسوون معارك، يحبك للمعارك. فحط وحدة نية بعد عشان البيض من البيض. تعال، يعني شيء اسطوري. زبده احنا ما علينا من هالكلام ذا. بسم الله. طب شفت الحركات ها؟ الحين اجي يا ابو الشباب، ايش عندك جاي؟ طب من هذا افتح لي ذا، شوف مليون الهل. طب في حيوانه، خليني بذبح حيوانه. اعطي الثوق، خلي الامور تجي من جراحه، فاخلي الحيوان ورا يندفن. انا فضيله انا صراحه. هلا والله بالزين، ايش ركبها؟ طبعا الكينج دراجون يحط لمبات تجلي، متحف الفضاء. ايش رايك بالحركات؟ ايش رايك بالحركات؟ شو قرش براسورس بدلفيل. بسم الله بسم الله بسم الله، ابدا. عطنا بسم الله، خل تعدي. إيه بسم الله، افتتاحيه بسم الله. ما ادري وين راح. اها شكله براس الركس. الزبده القلعه دي بسم الله مفتح. وين المقص؟ وين المقص يا ولد؟ المقص وينه؟ المقص وين؟ هلا والله بالمقص. بسم الله نبي نقص الشريط هنا. تعال طلع المقص. بسم الله وعلى بركة الله ونفتتح. خلينا شيء زي كذا. وبسم الله وعلى بركة الله. وبسم الله وعلى بركة الله. خلاص. هذا قلعة على متحف على محطة فضائية. إيه أنا على كليشة على محطة فضائية. حبيبي وين؟ تعال. إذا رحت من فوق من هنا ذكركم بالحقة القنوات ذا اللي بلجيو. راح احط صورته هنا يشوفوا عشان تشوفوا تعرفوا ايش سالفته. يعني على محطه فضائيه، على متحف، على حركات، على قلعه، على بسم الله. طب هنا التنقل. مرحبا بكم. شوف بالحركات، شوف الحركات. قسم الالات هنا، قسم في اي بي. طيب نروح يمين ولا يسار؟ طب خير امور اليمين. افتح بسم الله. شركه بالزين، شركه بالزين، شركه بالزين. طبعا قسم الالعاب جيمنج. ايش رايك بالجيمنج؟ ها السلام عليكم ورحمه بركاته. يا اهلا والله ومرحبا اينما كنتم، اينما تواجدتم في هذا العالم يا الربع. يا الربع اليوم نبي نلعب ارك، ها بروض حيوانات عليه العلم. اخذت عقلاتهم يبذل الشعور. هذا قسم الجيمنج طبعا. وهنا شو اسمه ذا فونديشن فابريكيتر، شيء من هذا قبيل. نحرك هنا، هنا كفك يا ذيبان كفك. هذا البرتقال، مدري برتقال، مدري ايش قال له ذا دبوبه. في الثاني هذا يدعيك الله، يقول الله يوفقكم. هذا يد الله يوفقكم، الله يجزاكم خير، الله يوفقكم. تراه يسطر تسطير. اقول لك ترى تعبت عليه. طبعا يا اليظمة واللي يلطه الجوع من اللي يلعبون الشباب منيه تقدر تفتح منها الثلاجات ذي. وهذول ما شاء الله عليه، وش وضعكم انت منيه؟ ما تعرفون شعب وش وضعكم؟ هذا طبعا مبغى شاهي ولا قهوه قهوجيه ابد. قال له سنترال يجيك مشوت، ولا لا تقول لي يا مديري ولا يا محمد ولا مدري ايش. قال له يا قهوجي ويجيك مشوت. شرك بالحركات يا الربع. قسم الالعاب جيمنج. الصراحه ودي احط حديد زياده وكتب رفض، يقول منطقه مملوءه بالرسبنات. قسم في اي بي، ليش مملوءه بالرسبنات؟ هنا تشوف طبعا يعني يسلكوا. يعني هنا قسم الولائم، هنا الدودو. هلا بالزين، هلا والله. خليني افقص اثنين منكم. تعال بشوف كم قوتكم، كم مدري شو اسمه ذا. طبعا هذا الاخ ما روضته. لا ايش قال له؟ بيتا ريكس نفسه قبل شويه ذاك اللي
إله إلا الله. هلا بالزين، هلا بالحلوين، هلا بالحلوين، هلا بالحلوين. طبعا نانو هنا، أنا ما همني من نانو، خلنا أكمل. هنا قسم الولايم، هنا السرير فوق. بسم الله، أركب يا ولد، أركب يا ولد. وش وضع ذا؟ ايوه، وبسم الله. وتنام ولا شيء؟ وها يمين برونتو ويزاري دلفيل متوحش عشان اول ما اقوم من النوم لهذا مصبحنا بوجهي كمال ادعاء. شوف النوم ما يروح عاد. الزبدة شرك بالحركات. هنا قسم الحديقة، هنا طبعا تفقيص، هنا مزرعة، طبعا مزرعة حركات، قسم النوادر. الزبدة سلكوا يعني، سلكوا يا ولد، إلا كأنه متحف وكأنه حركات وزي كذا. قسم الانقراض، طبعا بلشت بآخر شيء وخليت الضاق كذا. شرك بالحركات. قسم الديناصورات، أها ذيبة. قسم التهجينات أو التهجين، الزبدة يعني شيء من هذا القبيل. الزبدة اسطوري. وكنت بحث هنا حاجات أشياء بعد، يعني عند في 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 أفكار براسي كثيرة للحين الآن. زين، أنت شنت؟ حقت الأرض. طيب شرك بالحركات، أنت فيك شيء؟ عطه. حلو، اللي بعده عطه. ادعس. الزبده ظاهر بس تحرش حياته جن يرتعن فيني. الزبده عاد حطهم صور ما يهم. وين اللي ديبان؟ تعال. وين هذا؟ اي تعال. طبعا هنا اذا جيت مستعجل ما انزل تحت اذا بمسكر. لا، وين اروح؟ اروح هنا. ليش؟ يا ولد ليش اللمبات طافية؟ أنا شايف شيء أنا. إيه ولا 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 ولا. إيش كذا اليدوي؟ إذا جيت مستعجل مثل ما قلت لكم ألبق فوق بالسطح فوق. وين؟ أفتح الباب. فتحت الباب، أتوقع وين أروح؟ هي تحت اختصار. حط التليبورت هنا التنقل. ليش فرضا فرضا إني جيت مستعجل بعيد؟ هذا ست قريب اجي فوق. تعال يا حبيب قلبي. تعال. او اني بنتقل تليبورت زي كذا. بس لبق. طبعا عندي الانتقال، لا 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 لا، الانتقال عندي اثنين. هذا الهوم، هذا الكينج اللي عند الباب برا. شو لهم ذا وانا وديني؟ شوف انا وديني بس كيف، بس كيف التصميم بس. مثل ما تشوفون نفس المكان قبل شوي طبيت فيه. هذا تشوفون. لو سمحت انزل. الزبده هذاك حق الدخول، خروج ما اقدر، دخول بس. بطب من هنا واجي من هنا. بغيت مستعجل. شركه تصميم، شركه تصميم، شركه تصميم يا ولد. لمبات طافيه ولا النهار؟ صح، خل خل ابدا بلا صرف كهرباء. الزبده بيت خرافي. تعال اهو. وين رحت؟ صراحة بيت تعبت لي عليه من ترى من آخر رمضان بيومين، ما طقطق فيه طقطق فيه. طبعا هذه الزبدة شفتها من داخل، إنه هذا ما كملته صراحة، إنه أخذ بي أيام، تعبت عليه. موارد موارد متعبة. هنا هنا مكان التكتيك والتصنيع والحركات. طبعا المنطقة ذي من برا الغام تحت الأرض، زي يعني زي شلون زي كذا. كنت بحث منتجع وحركات شو من هذا القبيل. شوف هنا الغام، دار مدار على ذا السور. فيعني شيء جميل صراحة، شيء جميل. لبق يا ولد. المقص ما رجعته، خلاص ما مني فائدة عاد. افتتحنا هالمكان، شل 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 خلاص. شبل المقصات ولا غيره. طبعا اقدر اغير ذولي مثلا. شلون شلون؟ ثلث، خليه يتكي، يرتفع، يضرب زي كذا يعني. مرحبا بكم في متحف الفضاء الكينج الدراغون.